خويا انا ضد هذا النساء اللي تيبغيو يضحوا نهار العيد، راه ما دايزش اليوم من الشريعه الاسلامي ومن المجتمع. بالنسبه للعيالات اللي تيبغيو يطالبوا بالضحيه ديال العيد باش يضحوهم، راه ما يمكنش اليوم، راه تهلا الرجاله تهلا الجيران تهلا كل شيء، راه غير الا بغات تختلف القانون اي حاجه، راه كل حاجه بالطريق ديالها، ما دايزش ليها شرع. حرام المرأة تذبح، الراجل يذبح، مازال تعاون هي، إما باش تذبح حرام، الراجل اللي يذبح يا أخي، تجيب راجل ولو تعطيه 1000 ريال اللي قسم لها الله ويذبح لها، باش تذبح هي حرام حرام حرام، الراجل اللي يذبح، مازال عاوناتو هي، تعاونو هي، إلا باش تذبح حرام. أنت شكون اللي تذبح؟ الراجل، تذبح لينا خويا. عمرنا بحياتنا الله يجينا احنا المرأة عارفينها ممنوع تذبح، الراجل اللي يذبح وهي اللي بغات تعاونو، ايه هي المرأة تعاونو باش تذبح، لا لا انا ما متلقاش معاها. سافر الراجل ما غيبقاو يخليو ليه حتى شي حاجة، يذبح 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 المرأة ذبح شي، ما انا ضد هذه الفكرة هذه. وإلا جيت ترجع للمرجع إسلامية وترجع للقرآن، ما كايناش هذه القضية هذه بصفة نهائية، ترجع للقرآن هما لا باغيين يجيبوا شي حاجة، يعني يجيبوا شي حاجة من شي كوكب آخر، ما عرفتش، إما داك الشيء اللي كاين في الدين الإسلامي ما كايناش شي مرأة كتذبح بصفة نهائية. قال لك المرأة ماذا؟ حرام على المرأة أن ترفع صوتها ولو في ذكر الله. هما اللي باغيين يدخلوا المراه في شي حاجه ديال الدين، باغيين يحيدوها يديروا شي حاجه هما الدين ديالهم خاص بوحده، يعني هذه ما في الدين، هذا الشيء ما انا بعد ضد هذه الفكره هذه. لا الراجل كيدوز من السنه، الراجل كيدوز كتصلي صلاه العيد وكيجي رب الاسره هو اللي كيتكلف بالاضحيه، وكله الراي ديالو، يا حر حر ذبحوا ذبحوا يا حر حاولي ديال هذاك تعامل معاه كيف ما بغات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.